اهلا بكم من جديد كابتن احمد عيد. بمناسبه الحديث عن الشناوي، الفتره اللي فاتت كان كلام كتير ان هو نادي الزمالك يقترب من صفقه من عيار الصقيل هيخطفها من النادي الاهلي، وطلع جدل كتير وناس اتكلمت عنها. وبعد نسالك ايه ده، ممكن يكون الشناوي عشان هو اللي زعلان، ممكن تكون الصفقه دي ان هو الزمالك يضم الشناوي. اكيد النهارده طبعا مصدر من الزمالك قال لك لم ولن يحدث مفاوضات مع الشناوي. هل فعلا كان نادي الزمالك كان في صفقة مدوية من نادي الأهلي كان ممكن نادي الزمالك يضمها، ولا ده كان كلام سوشيال ميديا؟ انت راجل استاذ في الموضوع لا دي. انت اقرب مني، انت راجل مهتم بالحته ديت في الصحافه وعندك الاخبار، وانا الفتره اللي فاتت كنت مشغول الحقيقه في الحته دي مش عندي. لكن اكيد كنت متابع وسمعت ان هو في حديث عن ان هو في صفقه سوبر او في نادي الزمالك يقترب من صفقه من نادي الاهلي. كنت متابع وكنت شايف ان برضو كان كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن احمد سليمان برضو في مناوشات في الحته ديت وبتاع، بيتكلموا وبيطلعوا مع بعض في برنامج يعني. فشايف ده عادي في الكوره خالص دلوقتي، ان كل واحد يقول انا هجيب صفقه انا هعمل بتاع. ممكن يكون شايف ان هي الحته ديت بتمشي جماهيريا كويس او يشغل الناس بيها في حاجه معينه، لكن انا شايف ان مش منطقي، ان لا مش موضوع، ما فيش حاجه مش منطقيه دلوقتي. الامور مفتوحه على كل حاجه، كل حاجه وارده في الكوره دلوقتي، خصوصا ان نادي الزمالك كمان بقى عنده ومجلس اداره منتخب ومستقر، ويمكن كان اخرهم امبارح ان الامور خلاص مفيش غادر المحاكم بلا رجع ان شاء الله، بعد عن المحاكم خالص. فبيتهيألي ان الامور الفتره الجايه بالنسبه لنادي الزمالك هيبقى في استقرار احسن من الناس اللي شغاله، هيبقى الامور احسن كتير بالنسبه لتكوين فريق كوره لنادي الزمالك بكل ما فيه بقى اللي هو ايه، بتظبيط المراكز كلها. في صفقات وفي كلام بيعجب الجمهور يا كابتن، فكره ان انت تاخد لعيب من الاهلي او تاخد لعيب من الزمالك دي برضك بتعجب الجمهور بتعمل شعبيه للمسؤول، فدايما المهم اللاعب يبقى مؤثر. هو بالنسبه لي المهم اللاعب يبقى مؤثر بس. لكن يعني مثلا صفقه زي مثلا صفقه كابتن جمال عبد الحميد دي تاريخيه للزمالك. يعني مثلا انا شايف ان مثلا مؤمن زكريا ما مشي من الزمالك وراح الاهلي كان ممكن يكمل عمل برضه بشغل كبير مع النادي الاهلي، ربنا يشفيه. نفس القصه، شايف ان هتبقى مع امام لكن في حاجات كتير جدا، هي صفقات بتبقى معدوده. اللي هو انا انا بشوف اللي هي بتبقى معدوده. و يعني الميزه عند الانديه الجماهيريه اللي هم يبقى لعيب جاي من نادي من الاهلي رايح الزمالك ومن الزمالك رايح الاهلي، الجمهور بيحاول ينجمه على قد ما يقدر. النهارده بتتكلم في عبد الله السعيد راح الزمالك اهو، وهو مر على بيراميدز، يعني هو الزمالك جايبه من بيراميدز بس هو عشان اكس الاهلي يعني، فبيقولوا يعني لا عبد الله انتوا جايبينه كبير وجايبينه مش عارف ايه يعني انت فاهم، ده بيحاول يفطس وده بيحاول يفوت. يعني صوره امام عاشور هو اللي قال لك ايه ده كان اهلاوي، وجمهور الزمالك بيرد فيديو انه ده لا طول عمره زملكاوي. فبرضه الحاجات دي في الاخر دي بيحبها الجمهور، والسوشيال ميديا بتحبها، يعني هي اللي بتشغل الناس بالحاجات دي او بتشغل الناس بالحاجات ديت. انا شايف اللي هي في الاخر اللعيب هيحاسب في الاخر، لو انت راجل منطقي هيحاسب بالاخر باللي بيقدمه في الملعب سواء هنا او هنا. ممكن محمد شريف يرجع يعني على نادي الزمالك ولا برضه صعب؟ لا مش موضوع صعب، ما انا بقول لك اي حاجه في الكوره وارده دلوقتي، ومحمد من الهدافين الكبار، يعني محمد شريف من الهدافين الكبار في الدوري المصري الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي خصوصا. يعني ما فكرتش انت كده مين ممكن تكون صفقه، او حتى انت يعني تخيلتها ممكن الحديث ده ممكن تكون الصفقه دي من الاهلي يعني؟ يعني انا اقول لك اللي بتمناه ولا اللي تمناه او فكرت فيه تقول يا سلام ده لو جه دي تبقى اللي هي صفقه القرن؟ لا اللي بتمناه من الاهلي يعني ديانج الصراحه، ديانج. بس الموضوع هيبقى، انا عارف ان الموضوع مش سهل طبعا، يعني الاهلي مش هيفرط فيه بشكل كبير الا يعني ده كلام ديانج احتراف. يعني من الاسماء اللي هو مرشحها من رحيل في النادي الاهلي، بس المقابل المادي كبير. ايوه انا عارف، ما طبعا انا بكلمك في اللعيبه، والنادي الاهلي صعب انه يسيبه يبيعه للزمالك، ده طبعا مستحيل، لازم ينتقل لنادي ويرجع تاني. ممكن نروح الدنمارك ونجيب الدنمارك.
ده الدنمارك دي فيها مواهب كتيره برضه، يعني بتساعد على حاجات كتير. مواهب اكيد. ما هو يعني هي القصه يعني اكيد مدروسه بالاتفاق مع، يعني هي قصص معروفه يعني من بدري. هو الاستاذ شبانه دايما اقول له كوبري يقول لك لا ما تتكلمش في النقطه دي. طب دكتور وليد برضك، انت لما سمعت موضوع صفقه اللي هو الزمالك ممكن يضم الاهلي، مين جه في بالك او تعاملت مع الموضوع برضه ان هو فكره سوشيال ميديا و يعني مداعبات بين المسؤولين؟ بصراحة أنا يعني من اللحظة الأولى بالنسبة لي كان خبر دعائي أو إعلامي، يعني الـ الـ الوضع الحالي ما يقولش إن في لاعب ممكن يكون ستار كبير يقدر الزمالك يخطفه من الأهلي ويكون صفقة بومينج أو صفقة مدوية ببساطة، لأن معظم كابتن أحمد ما فيش حاجة مستبعدة. ما فيش حاجة مستبعدة، ما أنا بتكلم عن الخبر، لكن في المطلق فيش حاجة مستبعدة. أي لحسام حسن راح من الأهلي للزمالك، إمام عاشور راح من الزمالك للأهلي، يعني صفقة. لسه كنت قاعد مع الدكتور كمال درويش قال صفقة حسام حسن 10 دقايق، قعدنا في البيت عنده 10 دقايق ما كملش أكتر من 10 دقايق، يعني قال لي اول ما جه البيت عندي انا كان قال لي ان هو فكره ان اتقابل بره، قال لي انا رفضت عشان ما يبقاش بعد كده ان هو ايه قعد بره، قال لك قلت له تعالى البيت 10 دقايق بالظبط حسام حسن كان ماضي الموضوع من بدري. يعني كان فكره حتى المشكله في عقد كان حازم امام ان هو اكبر عقد، هل ينفع يبقى عقد اكبر من حازم ولا قال لك احنا قلنا له ده حازم قائد الفريق والكابتن حسام وافق 10 دقايق الموضوع خلص. حسام كان ايكون في الاهلي يعني كان حسام حسن في حسام تاريخ مع الاهلي وراح الزمالك عادي. امام عاشور كان الستار يعني اللي حاجه انا بقول لك يعني صفقه حسام حسن 10 دقايق ايوه لانه كان في ظروف عملت ده. عبد الله السعيد فجاه الناس قامت صحيت لقت في صوره انه قاعد مع اداره الزمالك وبيتفق، فاي حاجه ممكن تحصل. برمضان صبحي كان كابتن احمد عيد بيتكلم انه كان الايكون وبتبين عليه فرقه وراجل من كباتن النادي في الترتيب وفجاه ساب الاهلي وراح بيراميدز، فاي حاجه وارده في الكوره. لكن في الوقت الحالي في الظرف الحالي التصريحات كانت دعائيه اكتر منها حقيقيه. مش لعيب من الاهلي عقده هيخلص، مش لعيب كبير عقده هيخلص، اللعيبه اللي الاهلي هيستغنى عنهم حتى في نهايه الموسم مش هيبقوا بالثقل والتاثير اللي ممكن الزمالك تبقى بالنسبه له صفقه جماهيريه. لكن هي صفقه جماهيريه اكيد، اي صفقه جماهيريه بتفرق معنويا في البدايه، بس المهم جوه الملعب تحط صوره على السوشيال ميديا لابس فانيله اهلي لابس فانيله الزمالك، في الاخر اللي جوه الملعب ايه؟ لعيب بيأدي وشايل فرقته بيكسب بطولات وبيكسب بطولات وما بيعملش مشاكل، صفقه ناجحه. فكلام السوشيال ميديا كله بيستفيد منه ناس معينه، بتوع السوشيال ميديا، بتوع البيتجات وبتوع الجروبات والبلوجرز واللي بيعرفوا يستفيدوا ازاي من الرأي الجمعي، يعرفوا ازاي يحولوا مسار آراء الناس بطرق معينة، ودي حاجات بتبقى مدروسة في علم النفس وعلم الاجتماع وغيره وغيره، مش لازم يكونوا دارسينها بس على الأقل بيعرفوا يتعاملوا بيها. فكل السوشيال ميديا ده الهباء المنثور اللي الناس معينة بتستفيد بيه، بس في الآخر لا بيأثر على فرقة ولا بيأثر على كيان، والمفروض انه ما يأثرش على قرار إدارات.